اهلا بيكم، انا دكتور احمد البدري، دكتور علاج طبيعي. وفي الفيديو ده هقول لك على تمارين مهمه جدا لعلاج الم عرق النسا. اول تمرين، كل اللي هتعمله انك هتبقى نايم عادي جدا، بعد كده هتسحب ركبتك عليك وهتاخد وش رجلك عليك، ومن طول الوضع ده هتحاول تتني وتفرد ركبتك حوالي 10 ل 15 مره. اما التمرين اللي بعد كده هتكون نايم عادي جدا، بعد كده هتحط رجل على رجل وهتمسك من رجلك اللي تحت وهتثبت في الوضع ده حوالي 30 ثانية، والتمرين ده هنعمله من 3 ل 5 مرات في اليوم. اما التمرين اللي بعد كده هتحط رجل قدام رجل زي ما انا قاعد كده بالظبط، وهتثبت في الوضع ده حوالي 30 ثانية، وهنعمله من 3 ل 5 مرات في اليوم. اما التمرين اللي بعد كده هتحاول تنزل بجذعك لتحت لحد ما تحس ان في شدة او اطالة في العضلات الخلفية، وهتثبت في الوضع ده حوالي 10 ثواني. اما التمرين اللي جاي، كل اللي هتعمله انك هتبقى واقف على الحيطة عادي جدا، وركبتك متنية ومقربة على الحيطة، اما ركبتك التانية مفرودة على الاخر والورا، وهتميل بجذعك لقدام لحد ما تحس بسترتش او اطالة على ركبتك اللي ورا، ونثبت في الوضع ده حوالي 30 ثانية، وهنعمله من 3 ل 5 مرات في اليوم. في اخر الفيديو لو ليك اي تعليق ممكن تسيبه لي تحت في الكومنتات، واشوفك ان شاء الله في فيديو جديد.